النشرة السابعة من التناصح، وبداية بأبرز العناوين. مفتي الديار الليبية يقول إن فتح الطريق الساحلي خطوة جيدة ورفع للغمة التي كان يعنيها الناس، ويعتبر أن ما فعله أهل الزاوية والمناطق المجاورة بداية لتأسيس الأمن في البلاد. أهل بنغازي المهجرين يستمرون في احتجاجهم أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في تاجورا، والعميد مصطفى الشركسي يتهم أعضاء من الرئاسية المقترح بالوقوف مع الجرائم في قنفودة. وهذا أمر إنساني بحت، حيث أن طائرات بدء الإعداد للهجوم النهائي لقوات الثوار على آخر معاقل ما يعرف تنظيم الدولة بسرت، والبنتاغون يعلن عزمه تمديد الضربات الجوية في مدينة سرت. أهلا بكم. قال مفتي الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح أن فتح الطريق الساحلي يعتبر خطوة جيدة، وهو رفع للغمة التي كان يعانيها الناس. أن الاتفاق حصل بين الطرفين من قبائل والرفانة والزاوية الغربية، وليس لأي طرف آخر فيه أي جهد على الإطلاق، هكذا قالوا، لا حكومة ولا مناطق ولا قبائل أخرى، هذا هو الذي قالوه من وقعوا الاتفاق وفتحوا الطريق، وهي خطوة جيدة وفرحنا بها لأنها رفعت العناء عن المسلمين وفتحت طريقا عاما هو مسدود لمدة شهور طويلة، ويعلم الله كم كابد الناس من أجل هذا الفعل الشنيع، وكم ضاعت من أرواح، وكم خطفوا من ناس، وكم سلبت من أموال، فهذا كله يجعلنا نفرح لرفع هذه الغمة. واعتبر مفتي الديار أن نسب فتح الطريق الساحلي لحكومة البعثة الأممية يعتبر فضيحة، وحتى الناس الذين قاموا بفتح الطريق نفوا مشاركة الحكومة في ذلك، لأنه نسب إلى حكومة البعثة الأممية أن هذا الجهد كان هو نتيجة لمساعي مضنية منها استمرت لمدة شهور وتكللت في آخر الأمر بالنجاح، وأن عملت لجنة وعملوا تصريحات إلى آخر ما نسب. أنا أشك أن يعني يكون هذا بيان صادر من جهة مسؤولة، وأتمنى ألا يكون صادرا منهم، فإن كان صادرا منهم فإنه والله فضيحة، لأنه تدليس وغش، لأن الناس الذين قاموا بهذا الصرح من تلقاء أنفسهم نفوا أن تكون لأي حكومة أو جهة دخل في هذا الأمر، فإذا هم حاولوا أن يسرقوا هذا العمل وينسبوه لأنفسهم من غير وجه حق، أنا ما زلت أقول أشك أن يكون هذا صادرا منهم، فإن كان صادرا منهم فإني أتأسف لذلك أسفا كبيرا، ولا أتوقع أن أي مسؤول يصل به حد أن يتنازل إلى هذا المستوى من التدليس والتضليل على الناس من أجل أن يكسب رضاهم من. وذكر مفتي الديار أن الاتفاق الذي فتحت على أثر الطريق به أمران إيجابيان، إحداهما تتبع الحقوق وردها إلى أهلها، والأمر الآخر هو صد كل من يزعزع الأمن بالمنطقة. هناك أمران إيجابيان في الميثاق وفي الوثيقة أحب في غاية الأهمية، أحب أن يحرص عليهم الأطراف. الأمر الأول هو أنهم سيقومون بتتبع الحقوق ويردونها إلى أصحابها، فإذا أرادوا من هذا الاتفاق أن يتم ويكون لهم الخير والمجد في الدنيا وفي الآخرة، عليهم أن يرجعوا الحقوق إلى أصحابها، لأن الأمر والاستتباب الأمن لا يقوم إلا بالعدل، إذا كان هناك عدل فسيستمر هذا الأمر، وإن لم يكن هناك عدل وكان هناك ظلم وكان هناك أناس مغبونون من الطرفين، واحد قتل ابنه، واحد قتلت بنته، واحد أخذ ماله، فإنهم حتى وإن هدأوا زمنا وقتا ما فإنهم سينتفضون مرة أخرى وسترجع العصابات بعد ذلك إلى أماكنها، فلابد من إرجاع الحقوق كما ذكروا هم في وثيقتهم. والأمر الآخر أنهم يعني مستمرون
في هذا الأمر بقوة، وأن كل من يعود إلى الطريق لزعزعة الأمن أو يخطف أو يقتل. كما اعتبر مفتي الديار الليبية أن ما فعله أهل الزاوية والمناطق المجاورة لها هو بداية لتأسيس الأمن في البلاد. الله إني لأكبر في هذا الخلق الحميد، أهل الزاوية وغيرهم من المناطق الذين قاموا بمثل هذه المكرمة وهذا العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وهو الذي يؤسس بالفعل لأن يكون هناك أمن في ليبيا، لأن الأمن لن يتأسس ولن يستقر ولن يقوم إلا برد المظالم ورد الحقوق وإقامة العدل. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان لجميع الناس، للمسلمين جميعا، إن الله يأمر بالعدل. ويستمر أهالي مهجري مدينة بنغازي وبعض المؤسسات المدنية في احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي أمام مقر الأمم المتحدة في منطقة تاجورا بالعاصمة طرابلس. المحتجون طلبوا بضرورة وقف القصف على منطقة قنفودة الذي يقوم به طيران مجرم الحرب حفتر والطيران الفرنسي الموالي له. ودعا المحتجون كل الجهات المحلية والدولية لإنقاذ أهالي منطقة قنفودة المحاصرين من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر وتوفير ممر آمن للعائلات المحاصرة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه. بداية نترحم على شهداء 17 فبراير من قضوا للتصدي لانقلاب خليفة حفتر هذا المجرم. هذا وقال القيادي بسرايا الدفاع عن مدينة بنغازي العميد مصطفى الشركسي إن هناك أعضاء من المجلس الرئاسي المقترح من البعثة الأممية يرفضون تقديم المساعدة للعائلات العالقة بمنطقة قنفودة. الشركسي أكد في تصريح للتناصح أن سرايا الدفاع عن بنغازي أصبحت أكثر استعدادا لدخول المدينة، مضيفا أن قوات السرايا تتواصل مع ضباط من داخل المدينة. وشكر الشركسي أهالي طرابلس عامة وتاجورا خاصة على وقوفهم مع المعتصمين من أهالي بنغازي المهجرين من أمام مقر الأمم المتحدة بتاجورا. العائلات سواء كانت المحاصرة في قنفودة أو المهجرة هم يعرفونهم، هم جيرانهم، يعني مدينة بنغازي الناس تعرف بعضها، هم أهاليهم، هم أهلهم، هم إخوتهم، هم أصهارهم، أبناء عمومتهم، يعني يعرفونهم. الرسالة الأخرى موجهة لكل مسؤول ليبي، نحن نعاتب على المنظمة بعثة الأمم المتحدة أنها لا تلفت انتباه لهؤلاء العائلات، ونجد أن ليبيين من بني جدتنا منهم من يقصفنا بالطائرات ويتعاون ويستنصر بالنصارى لقصف عائلاتنا، ومنهم من يسكت، ومنهم بل بالعكس منهم نحن سمعنا، وهذا ليس سرا، إن أحد أعضاء المجلس الرئاسي كان يرفض بشدة عدم تقديم المساعدة أو إخلاءها للعائلات. ومن جهته أدان الحراك الشعبي بمدينة غريان الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أهالي منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي. الحراك وفي بيان ألقاه أمام مقر الأمم المتحدة في تاجورا حمل المسؤولية هذه الجرائم لكل الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية نتيجة لتهاونهم في الوقوف في وجه ما يسمى بعملية الكرامة الإرهابية حسب تعبير البيان. وطالب الحراك رجال القضاء عامة والنائب العام خاصة بسرعة التحرك وإصدار أوامر القبض على قيادات عملية الكرامة، مناشدا كل الأحرار بالوقوف بجانب أهالي بنغازي عامة وقنفودة خاصة، داعيا إلى رص الصفوف ونبذ الفرقة من أجل الوطن حسب نص البيان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكد مصدر مطلع من مدينة بنغازي أن طيران مجرم الحرب حفتر والطيران الفرنسي الموالي له شن عددا من الغارات على منطقة قنفودة غرب المدينة. المصدر أضاف أن الغارات أصابت أحياء سكنية بالمنطقة، ولم يذكر المصدر أي إصابات بشرية. يذكر أن أهالي بنغازي المهجرين يستمرون في اعتصامهم أمام مقر الأمم المتحدة بتاجورا، وذلك لفك الحصار ووقف الغارات الجوية على منطقة قنفودة.
أكدت مصادر مطلعة من مدينة سرت عن بدء الهجوم النهائي لقوات الثوار على آخر معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة بالمدينة. المصادر ذكرت أن قوات الثوار تقوم بتمشيط الشوارع والأحياء التي بسطت سيطرتها عليها، وذلك استعدادا للهجوم على المعقد الأخير لتنظيم الدولة في الحي رقم 3، مشيرة إلى أن المناطق التي ما يزال يتواجد بها التنظيم ليست لها أهمية استراتيجية، مؤكدة أن تحرير المدينة بالكامل سيكون خلال الأيام القادمة. قال مسؤول رفيع المستوى من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن هناك توجها في إدارة الجيش الأمريكي بتجاوز الأمد المحدد لانتهاء الضربات الجوية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في مدينة سرت. وأكد ذات المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لقناة CNN إن إدارة الجيش الأمريكي كانت قد حددت 30 يوما كمدة زمنية للتدخل العسكري الجوي الذي أقرته الولايات المتحدة لمساعدة القوات الليبية. يذكر أن الموعد المحدد لانتهاء الضربات الجوية الأمريكية في سرت ينتهي اليوم 1 سبتمبر. قالت مصادر إعلامية إن واحة زلة تشهد هدوءا حذرا في كافة أنحاء البلدة، وذلك بعد مواجهات مع مسلحي حركة العدل والمساواة الدافورية. وأشار رئيس المجلس التيسيري بمدينة زلة صالح لمين أن مسلحي حركة العدل والمساواة كثفوا وجودهم العسكري على مداخل المدينة. هذا وتشهد مدينة زلة حالة من الاحتقان الشديد والتوتر الأمني، وذلك عقب مقتل المواطن خالد الفطيح على يد الفصائل المسلحة التابعة لحركة العدل والمساواة. ومن جانب آخر، قال مصدر بمدينة الكفرة الأربعاء إن قوة حماية المدينة تحاصر مجموعة من عناصر المعارضة السودانية على متن 15 سيارة. وأكد المصدر أن قوة حماية الكفرة قتلت 3 أفراد من المعارضة السودانية في اشتباكات اليوم بوادي الفارغ بصحراء الكفرة. وأوضح المصدر أن عناصر المعارضة السودانية كانت تقوم بشكل مستمر بخطف المواطنين داخل الأراضي الليبية وتطالب بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. يشار إلى أن قوة حماية الكفرة كانت قد تكونت في مارس الماضي وتضم 7 كتائب، وذلك بهدف حماية مدينة الكفرة وضواحيها والجنوب الشرقي الليبي. أصدرت حكومة الإنقاذ الوطني قرارا نص على إلغاء كافة القرارات التي أصدرها وزير الدفاع المفوض من قبل حكومة البعثة الأممية المهدي البرغتي. حكومة الإنقاذ طلبت من مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع العقيد جبريل الشتاوي أن يمارس أعماله بشكل طبيعي. جاء ذلك عقب القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء خليفة الغويل، والذي نص على عدم التعامل مع وزراء حكومة البعثة الأممية. وفي سياق متصل، أصدرت حكومة الإنقاذ الوطني قرارا نص على إلغاء كافة القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي المقترح. حكومة الإنقاذ طلبت من أمين عام مجلس الوزراء أن يمارس أعماله بشكل طبيعي، فيما أصدرت حكومة الإنقاذ الأسبوع الماضي قرارا يقضي بعدم التعامل مع الوزراء المفوضين من قبل حكومة البعثة الأممية وإلغاء كافة القرارات التي صدرت عنهم. قالت صحيفة المغرب التونسية إن اتفاق الصخرات والأجسام المنبثقة عنه مهددة بالانهيار وأنها أمام مأزق قانوني خطير. الصحيفة نقلت أن أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل ناقشوا على مدى ساعات الإخلالات والتجاوزات القانونية المترتبة على مقترح إعطاء فرصة ثالثة للمجلس الرئاسي المقترح. هذا وذكرت الصحيفة أن اللجنة تعتبر أن حكومة السراج قد سقطت ووجب البحث عن مخرج للوصول إلى اتفاق شامل يجمع الليبيين. قال دبلوماسيون أوروبيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقيمون الأسبوع القادم أداء المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر، وذلك أثناء لقائهم في العاصمة السلوفاكية براتسلافا.
أحد الدبلوماسيون فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه سيتم خلال الاجتماع تقييم مهمة كوبلر والذي أخفق في إنشاء خارطة طريق صعبة التحقيق في ليبيا، كما أنه سيتم خلال الاجتماع معاينة الأزمة الليبية والذي جعلها المبعوث الأممي تتشعب في مسارات صعبة حسب ما ذكر المسؤول. يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعقد في 16 من سبتمبر جلسة في العاصمة السلوفاكية لمناقشة آخر الأحداث التي يمر بها العالم. ومن جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الهجرة والداخلية واللجوء ناتشا بروتود إنهم يشهدون زيادة ملحوظة في أعداد اللاجئين في الأيام الأخيرة من ليبيا إلى إيطاليا. ناتاشا أضافت أثناء مؤتمر صحفي ببروكسل الأربعاء أن ظاهرة الهجرة بدأت تتزايد هذه الأيام، ويبدو أن السبب يعود لتجار البشر الذين أصبحوا يضعون أعدادا أكثر من المعتاد على قوارب الهجرة. ويشار إلى أن مكتب المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإيطاليا أعلن أن أكثر من 100,000 مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية عبر المتوسط قادمين من ليبيا. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من خطر تداول الأسلحة بين مختلف فئات الشعب الليبي نتيجة لانعدام المؤسسة العسكرية والأمنية بالبلاد. الأورو متوسطي وفي تقرير نشر على موقعه الرسمي ذكر أن ما أسماه فوضى السلاح وانتقاله للمدنيين تشكل المصدر الأول للعنف في البلاد والعقبة الأولى أمام إعادة أعمار ليبيا، مبينا أنه أسهم في إذكاء نار المواجهة بين الليبيين وأضعف فرص الحل السلمي للخروج من الأزمة. واعتبر المرصد الحقوقي أن فوضى السلاح جعلت من ليبيا منطقة عبور وانطلاق لأخطر أنواع الجريمة، الأمر الذي ينذر بمستقبل مظلم إذا استمرت هذه الانتهاكات. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصلة. وزارة الخارجية البريطانية تعلن مشاركة السفينة ديمونوت في مراقبة السواحل الليبية. العيال يقعدوا في رعب دائم، ينوضوا مفجوعين طول الوقت، بدل عندهم اضطرابات سلوكيه واضحه. قبل حوش جيراننا دمرات الطياره وفي حواشين اخرى. نحن نسعى لطمانينه على شعبنا، نسعى الى ان يستقر الشعب. في حواشين وفي عائلات وناس يخافوا فينا ويخلوهم يرقدوش. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس عن توجه المدمرة ديموند إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط للانضمام لعملية صوفيا التي تعمل بموجب قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. الخارجية البريطانية وفي بيانها قالت إن هذه السفينة سوف تركز على مواجهة حركة الأسلحة، حيث ستوفر الإمكانات اللازمة للمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يحظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
وأضافت أن هذه المدمرة غادرت ميناء بورسموت في جنوب إنجلترا مساء الأربعاء، وأنها ستحل محل سفينة مونتس باي المساندة لأسطول البحرية الملكية البريطانية. قالت مصادر أمنية إيطالية إن السفينة رينا صوفيا التابعة للبحرية الأسبانية رست الخميس في ميناء سيليرنو وعلى متنها 1050 مهاجر. وأضافت المصادر ذاتها أن السفينة كانت تحمل أيضا جثة مهاجر تم انتشالها من عرض البحر، وذلك أثناء عملية صوفيا الأوروبية التي تلتزم بها الفرقاطة الأسبانية. وفي سياق آخر أضاف المصادر الأمنية أن حالة الطوارئ لا تزال قائمة في النقطة الساخنة بلمبيدوزا التي وصلها الأربعاء ما يقارب 1000 مهاجر. قال المتحدث باسم قوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن خفر السواحل تمكن الأربعاء من إيقاف 300 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين شمال مدينة صبراتا متجهين إلى الشواطئ الإيطالية. قاسم أضاف في تصريح لوكالة آك الإيطالية للأنباء أن المهاجرين من بينهم 169 مهاجرا من جنسيات أفريقية مختلفة و130 بنغالي وتونسي واحد إضافة إلى 5 نساء. وأشار قاسم إلى أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة مصفات الزاوية، وتم تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لهم. قال مصدر جزائري مطلع أن بلاده بدأت في بناء جدار ترابي عازل وذلك على حدودها مع ليبيا وتونس لحماية أمنها والأراضي الجزائرية حسب ما ذكر المصادر. المصدر ذكر أن الجزائر بدأت في أشغال البناء الذي يصل طوله إلى 3 أمتار ويعلوه ستار شائك، فيما ذكر أن هذا الجدار سيمتد على مسافة قدرها 350 كيلومتر مبني على خندق يصل عمقه إلى 3 أمتار. وأضاف المصدر أن وزارة الدفاع الجزائرية تشرف على إنجاز هذا الجدار والذي ترغب من خلاله الحد من تدفق كميات السلاح القادمة من الدول المجاورة لها. قال مسؤولون أمنيون في السودان الثلاثاء إنهم قاموا باعتقال مجموعة من المهربين ونحو 800 مهاجر غير شرعي قرب الحدود مع ليبيا خلال الشهرين الماضيين كانوا في طريقهم إلى أوروبا. وحسب المسؤولين فإن القوات الأمنية اعتقلت خلال الفترة ما بين 27 من يونيو الماضي وأواخر أغسطس الحالي 816 مهاجرا غير شرعي، وكانوا يريدون عبور الحدود الليبية سعيا لاستكمال طريقهم إلى أوروبا. يشار إلى أن آلاف المهاجرين الأفارقة يصلون يوميا إلى ليبيا للوصول إلى أوروبا عبر المتوسط. وفي الخبر الأخير، حيث غادرت الدفعة الأولى من حجاج مدينة زليطن المتمثلة في الفوج الأول والثاني ساحة ديواد البلدية متجهة إلى الأراضي المقدسة عبر مطار مصرات الدولي. وبحسب ما نشره المجلس البلدي زليطن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، فإن عدد حجاج البلدية لهذا العام بلغ 144 حاجا وحاجة. وقال عضو لجنة الحج أسامة قمو إن رحلة المغادرة ستكون عند الساعة 7:30 مساء الخميس، وإن الرحلة الثانية ستكون ظهر يوم غد الجمعة. والآن إلى درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن الليبية.
قبل الختام تذكير بما جاء في هذه النشرة. مفتي الديار الليبية يقول إن فتح الطريق الساحلي خطوة جيدة ورفع للغمة التي كان يعانيها الناس، ويعتبر أن ما فعله أهل الزاوية والمنطقة المجاورة بداية لتأسيس الأمن في البلاد. أهالي بنغازي المهاجرين يستمرون في احتجاجهم أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في تاجورا، والعميد مصطفى الشركسي يتهم أعضاء من الرئاسية المقترح بالوقوف مع الجرائم في قنفودة. بدء الإعداد للهجوم النهائي لقوات التوار على آخر معاقل ميار تنظيم الدولة بمدينة سرت، والبنتاغون يعلن عزمه تمديد الضربات الجوية في مدينة سرت. وتابعتم أيضا وزراء الخارجية البريطانية تعلن مشاركة السفينة ديمونت في مراقبة السواحل الليبية. نلتقي على رأس الساعة، إلى اللقاء.